كلمتي. استاذ، في سؤال يمكن كلمتك الصبح عنه، انه مثلا حد محتاج يشتري دولار فما بيروحش للمنافذ الشرعيه، لا للصرافه ولا البنك، بيشتريه من السوق السوداء، حد مثلا يكون محوش دولارات يديله. ده هل دي جريمه يا استاذ؟ طبعا. يعني انا لما اروح لحد مثلا معاه دولارات اقول له كصاحبي يعني النبي يغير لي البتاع، دي جريمه؟ طبعا جريمه. وتملي زي ما احنا اتكلمنا الصبح انا وانت، احنا نقول للناس انت محوش دولار بيعه في المصارف الشرعيه طبقا لقانون البنك المركزي. ايوه. رقم 88 لسنه 2003. طبعا. اللي هو حدد انك تبيع الدولار او تشتري الدولار في الصرافات. طبقا للقانون. تمام. الصرافات بتبقى مرخصه من قبل البنك المركزي. فالناس، في ناس بتحوش الدولار يجي لها فلوس زياده تبيعها بره المصارف الشرعيه او البنوك. ايوه. لو اتمسك وهو بيبيع الدولار يحصل ايه؟ اللي انت حوشته كله راح. اتصادر. زائد بقى غرامه من 100,000 ل 500,000 جنيه. يا نهار ابيض. تخيلي. تخيلي. فانت بتاخد فرق ايه في الدولار؟ 30 قرش، 40 قرش، 50 قرش؟ جنيه؟ حاسب. لان انت لما بتبيع في السوق السوداء ده مجرم. وبتهد معاه الاقتصاد. وبتزود الدولار في المضاربه. فده يؤدي لايه؟ انت بتعمل كذا جريمه معاه. طبعا. طبعا. محوش دولار بيعه يا سيدي في المنافذ الشرعيه. لكن ما تبيعش الدولار في السوق السوداء. هتيجي في يوم من الايام هتتمسك، ولما تتمسك هتتصادر الفلوس زائد غرامه من 100,000% ل 500,000. من 100,000 ل 500,000 الغرامه بتاعتها. وانت ما تضمنش كمان اللي جاي يغير منك والمصادره. ده هل مبلغ عنك ولا مش مبلغ عنك ولا في ايه؟ زائد ممكن تيجي تبدل الفلوس يقول لك 10 دقايق وجاي. ياخد فلوس ويمشي. او ياخد منك الفلوس ويعمل عليك عمليه نصب، ان مش بوليس، يجيب حد من قرايبه او حد من رجالته يقول لك ده بوليس هنجري مع بعض، وتجروا وتسيبوا الفلوس. لا، وجرائم النصب دلوقتي بقت كتيره. طبعاً. جدا جدا. زائد بقى، زائد بتضرب اقتصاد بلدك. ايوه طبعا. في المضاربه في الدولار في السوق السوداء. وبعدين المضاربه دي في السوق السوداء بتعالي الدولار. مين اكتر واحد بيتضرر فيها؟ ما انت اللي انت حوشته ما تفتكرش انك كسبت. حوشت ايه؟ 10,000 دولار وبتبيعهم في السوق السوداء؟ الدولار ما بيزيد، جميع السلع هتزيد. ايوه. اللي انت كسبته من البيع في السوق السوداء هتخسره في شراء حاجاتك الاستهلاكيه. ايوه. زائد ان فلوسك دي ممكن تتصادر. زائد ان انت في الجرم ده ممكن تدفع غرامه من 100,000 ل 500,000 طبقا لقانون 88 لسنه 2003. دي كارثه على فكره. طبعا. يعني انا بسال السؤال ده لحضرتك الصبح عادي، كانه يعني ان في ناس صحيح بتعمل كده. أيوة كتير. طبعا طبعا في ناس بتعمل كده وده غلط، لان الغلط ان فلوسك هتروح بتعمل مضاربه على سعر الدولار ومش سعره الحقيقي كده، تضرب اقتصاد البلد زائد غرامه من 100,000 ل 500,000.